نرجم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما تيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بل سول لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بأسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون. قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلال قديم. فلما أن جاء البصير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا
واغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أنزل بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وألمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وأنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس سوى لو حرصت بمؤمنين. وما تنألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكاين من آية في السماوات والأرض يموتون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فلا ننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أمر ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر
رب السماوات والأرض لله فاتخذ من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم أولا ضرا قل هل يهتدي الأعمى والبصير أم هم تهتدي الظلمات والنور أم جعلوا من شركاء خلقوا كخلقه بل شابه خلق عليهم لله خالق شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل سيل زبد الربيع ومما يمكن عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل وأما الزبد فيسمد فاه وأما ما ينبع فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين تجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لم تدعوا به أولئك لهم سوء الحساب وما الله جهنم بئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضون ما أمر الله به أن يصلوا ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وهن مآب فسمت أرسلناك في أمد قد خلت من كلها لتنو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا
بيتهم قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يغلب الميعاد. ولقد انتم برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء مسمون أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشقى وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن أحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا وك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له أزواجا وذرية ومن كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمنه من شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أو لم يروا أننا تعلم أنفسها من أترافها الله يقول لا مؤاخذ لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله الموت جميعا يعلم من تنصب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يذهبون الحياة الدنيا للآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويبين الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك
الكفر واذكر لسانكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويتيسركم وفي ذلك بلاء من ربكم أرسل وإن تزنوا وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذاب شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لكم شك مما تدعوننا إليه مريب قال رسلهم أفي الله شك فانظر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قال لهم رسلهم إن أنتم إلا بشر منكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنمكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستمتعوا وخاف كل جبار أنيب يوم رأيه جهنم ويشقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وسأل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد لتنزل به ريح في يوم آسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق من يشرك ويأتي بخلق جديد وما ذلك الله بعزيز ومرضون للجميع وقالوا البرقاء للذين استمروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم الله لأن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا وهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من مهلس وقال الشيطان وما قل الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأغلبكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
هي إني قبلت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. حياتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أهلها ثابت وفرعها في السماء. تهدي أقولها أقولها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة بجدل سلبي فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدين الله الظالمين ويعمل الله ما يشاء. لم تر إلى الذين بدلوا نعمة من كورا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما تخفي وما تعلن ويلقى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مدئين مقنين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أواه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين كفروا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
جبلا وتكاملا تمئن الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله بما وعده وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما آمنا من قبل إلا ولا كتاب الله ما تعلم من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكره إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت صادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا ننزل الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك للنشأ الأولين وما يأتيهم من كثر من إلى كانوا به يهتزئون كذلك نزلهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقال سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يرجون لقالوا إنما سكر أبصارنا بل نحن قوم مسحور ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وعملنا من كل شيطان رجيم إلا من ترك السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأبان فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لدنا من رزقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح نواتها فأنزلنا من السماء ماء فألقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربهم ويغفرهم إنه حكيم عليم.
ادخلوها بسلام آمن ونجعلنا ما في صدور من إيمان على سرر متقابل لا يمسهم فيها نصب وما منها بمورد نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبيه أن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلا قالوا لا تعجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مرسلني الكبار فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما غضبه أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا أهل لد إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنهم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأنذرني بأهلك من قريب من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتهي منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يتبشرون قال إن هؤلاء إليكم لا تعملون واتقوا الله ولن تنزل قوما ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمر وإنه لفي سمرتهم يأمهون فأخذهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا
عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينهبون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وفي جنات للمؤمنين وكل دين نذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين ومروا بقلنا لأنهم أجمعين لما كانوا يعملون فأدى بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقلنا له أن قيدك صدرك بما يكون فسمي بأمر ربي وقلنا ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أمر الله فلا تستنكروه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا قد تكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتعملوا أسكنوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا مشركي الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يغفر لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وشهر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأنذر لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر
فتربكم والخير فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.